ردود فعل متباينة في أوساط الشارع الموريتاني حول ملفات العشرية إثر استدعاء المشمولين فيها أمام القضاء. بعض من استطلعنا آراءهم اعتبر أن مذول بعض رموز العشرية الماضية في ملفات الفساد أمام القضاء يشكل سابقة في تاريخ البلاد لها دلالة رمزية كبيرة. فيما يتعلق بالعشرية اللي تسألوا عنها، حسب رأيي فيها أنها من تؤدي لمسألة حقيقية، وهذه الاتهامات الموجهة للأشخاص اللي هم اللي معنيين بهذه العشرية اتهامات عندها دلة وحقيقية. أنا نقولها لا، على كل حال مثلا تصب في المصالح الوطن للمستقبل، لأن من يعود كل من هدب ودب إلى أحكام عشرية ينهى ممتلكات موريتاني ويتملكها ويحتسب أنها ملكه هو الخاص، هذه مثلا الدولة منهارة وراجعة لورا. يأمل البعض الآخر أن تكون المحاكمات الجارية حاليا رسالة بالغة الدلالة لمن يصفونهم بالمفسدين، داعين إلى أن تتم بعدالة تامة. هذه المحاكمات اللي خلقت كاملة، الغرض عندنا منها أنها تعود ردع للناس اللي جاية، إلى وأن أي الرئيس الله يحاكم مرك والوزراء الله يحاكمه بعدالة، ويلا تعود الدولة تفهم أن الوزير ما هو اللي يوكل لمين العام، الوزراء يا الله يتم يقيسوا المرض مباشرة، لمن العامون هم اللي يوكلوا بين الوزير لا أحد يوقع، يا غير ملي لين تعود العدالة، يا الله تعود العدالة الشاملة. بيد أن البعض الآخر أشاد بمذول رموز النظام السابق أمام العدالة للتحقيق في ملفات فساد شابت العشرية، معتبرين إياها خطوة في سبيل الإصلاح ومحاربة الفساد. مهنأ والعبد والقزواني ومهنأ أي رجاج اسمه وشنو قام بالجهد الإصلاح مهنو ومعاه فيه، ولا ندور التوظيف ولا ندور الشغل وتيف هاي الراسي ماشي راسي، يا غير هاي ندور الابناء وابناء المسلمين نقدم لهم الكلمه. وقد مذل حتى الان عدد من كبار المسؤولين في العهد السابق امام العداله بناء على تقرير شرطه الجرائم الاقتصاديه التي اشتبهت في علاقتهم بالملفات التي حققت فيها لجنه التحقيق البرلمانيه واحالتها للعداله.